بدأ في مركز شرفه في الأصالي وقعد صبر كتير شوية على ما ظهر، ودايما اللي بيصبر كتير بيظهر كتير. الله ربنا يوفقك، اتمنى لك الخير دايما، انت ابن حلال وربنا يكرمك والناس كلها بتحبه عليك، وسبحان الله اللي ربنا بيحبه في حبه الناس طالب ابن حلال ومجتهد. ربنا يصلح حالك ويديك على قد النيه اللي انت فيه وشوط الدم اللي عندك، لان بيلعب بروح. طارق كبير في الزمالك واتمنى انه يكبر يفضل في الزمالك، الزمالك نادي حلو، جمهور الزمالك جمهور محترم.